انت شايف ان الناس بره عارفه المسؤوليه والعمل اللي بيبذل هنا، ولا الناس ممكن تكون مش متخيله الجهد والعمل الكبير اللي بيبذل في هذا المشروع العملاق؟ في جزء متخيل وفي جزء مش متخيل، والجزء اللي مش متخيل يوم 6/8 ان شاء الله 2015 هيعرف احنا قد ايه تعبنا وقد ايه كل القاده وكل الجنود والضباط تعبوا عشان يعملوا حاجه لبلدهم. ايه اللي انت بتقوم بيه هنا في المشروع الكبير دوت، وايه يعني العمل اللي انت منوط ليك انك تقوم بيه في هذا المشروع العملاق؟ احنا بنقوم بتوجيه المقاولين حسب طبقا للاوامر بناخدها، اوامر هندسيه طبعا، ان احنا تنظيم العمل دايما، نشتغل دايما على المناسيب اقل، لان دايما الشغل دايما للقوات المسلحه بيبقى صعب على المقاول، ان احنا بنديله التحفيز ان احنا نشغله على الانجاز في فتره محدوده. يعني فخور جدا ان انا اشتغلت في مشروع كبير زي دوت، وكان نفسي بجد في مشروع كبير زي دوت في بدايه حياتي. انا حد لسه متخرج من جامعه، وفخور جدا ان انا بديت حياتي مشروع كبير زي ده. هنا في المشروع بقالك قد ايه، ودخلت اساسا يعني الجيش بقالك قد ايه؟ انا داخل الجيش تحديدا يوم 1/6، كنت دخلت على قوه اللواء 122 كباري. قبل بدايه المشروع قبلها باربع ايام تم عرضنا على قائد اللواء يوم 6/8 بالظبط، كنا في المشروع تاني يوم الرئيس اتكلم فيه. من تاني يوم واحنا بادئين شغل، من يوم 6/8 بالظبط واحنا بادئين شغل، من يوم 6/8 من بدايه المشروع لحد النهارده وانا في المشروع. هاني انت بقالك قد ايه هنا؟ انا يعني داخل على شهر، اول شهر ليا هنا. وايه اللي جابك تشتغل في هذا المشروع وهذا العمل الشاق والصعب حقيقي يعني؟ طبعا انا قبل ما اجي هنا انا كنت في السعوديه، شغال في السعوديه، وكنت شغال في المدينه المنوره. ولما عرفت ان في مشروع قناه السويس في بلدنا سبت السعوديه وجيت هنا عشان يعني يكون ليا الشرف ان انا اكون يعني ايه واحد من الناس اللي بيشاركوا في قناه السويس الجديده. انا جيت من هناك عشان اشارك في قناه السويس الجديده. طبعا ضحيت بحاجات كتير، براتب زياده، بوضع احسن من هنا، لكن انا طبعا وضعي هنا احسن من هناك، لان انا بتشرف ان انا بخدم بلدي، ما بخدمش بلد تاني. ايه اللي انت كنت بتسمع عنه ولما جيت ما شفتوش، او يعني ايه الفرق بين اللي انت كنت وانت بتشوف وبتتابع المشروع، وايه اللي انت حسيت بيه لما جيت واشتغلت وبقيت فرد هنا من كتيبة العمل الرائعة دي؟ والله انا سمعت كلام كتير على قناة السويس، اولها ان هي طبعا مش في صالح مصر، هي طبعا سبب ان هي مثلا في يعني تبقى مصر تبقى يعني ايه الاحتلال الاسرائيلي لو دخل علينا هنا مره تانية مش هنعرف ان احنا نعدي قناه واحده كنا معديناها بصعوبه، قناه تانية ديت طبعا هتبقى مستحيل ان احنا نعديها. ده كلام كانت قال، وكلام تاني ان قناه السويس دي طبعا هتاخد وقت طويل. قناه السويس بنشوف فيها ناس بتموت كتير، يعني اخر مره سمعت ان كان في سد اتفتح وفي ناس ماتت بالمعدات بتاعتها وكده. طبعا لما جيت هنا ما لقيتش الكلام ده خالص، حاجات بسيطه بتحصل لا تذكر يعني، بس بتكبر يعني الاعلام بيكبرها، لكن مفيش اي مخاطر ولا في اي حاجه هنا، والمشروع ماشي زي ما حضراتكم شايفين ومفيش اي مشكله. طبعا انا جاي من شهر واحد بس، مفكر ان قناه السويس دي لسه قدامها سنه على ما تخلص، لكن انا جيت بسم الله ما شاء الله شفت يعني احنا خلاص الحفر اللي هو على الناشف دوت يعتبر شهر واحد بالكتير ونكون خلصنا. بعد كده هيبقى دور الحفاره اللي في الميه هي اللي هتبشر بقى الحفر النهائي. فخور بانك انت دلوقتي فرد من افراد الناس المخلصه اللي بتشتغل وبتتعب هنا في الموقع. طبعا انا فخور جدا، والاول مره بشارك في حاجه يعني اتشرف بيها قدام اولادي وقدام اصحابي وقدام اهلي كلهم، يعني ان انا بشارك في حفر قناه السويس الجديده. لازم اللي بيشوف مش زي اللي بيسمع، لازم كل واحد فينا ما يحرمش نفسه من ان هو يجي ويشوف ويرصد الملحمة ويرصد كل العمل وكل الانجاز اللي بيبذل على الارض الطاهرة دي. مصر بتتغير عشان شعبها شعب عظيم، عشان شعبها عايزها تبقى احسن بلد في الدنيا، عشان احنا بعد كده مش هنعرف غير الشغل والعمل عشان مصر تبقى بتليق بينا.